السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ازاي احط صورة على حائط، تمام؟ فخلينا نقول له انا عايز افتح ملف جديد اهوت، اوكي، ونرسم الحائط بتاعنا اهوت. طيب لو انا جيت في ال 3D، تمام، وقلت له من امر انسيرت، قلت له انا عايز احط ايمج، هتلاقيها مش شغالة. ليه مش شغالة؟ لان هو بيعتبرها حاجة زي 2D، هتلاقي زي معاك في الشتات، في قلب الديتيلز، ماشي، في السكشن، بس لما تيجي تحط تشوفها في 3D مش هتظهر معاك. اللي هيظهر معايا الدي سيل ديت، تمام. هقول له بليس دي سيل، واقول له انا عايز اختار صورة. اروح اختار الصورة من هنا، اقول له انا عايز اللوجو دوت، تمام. بيقول لي الإزرار بتاعها قد ايه، الشفافية بتاعتها قد ايه، كل الخواص ديت تبدأ تحددها زي ما انت عايز. وبعد كده تقول له اوكي، وتبدأ تقول له انا عايز احط الصورة بالشكل ده هنا، تمام. تظهر معايا امتى؟ هتظهر معايا لما اكون في 3D. خلي بالك انا بشد دلوقتي، هو بيحافظ على النسبة بين الطول والعرض. طيب لو انا عايزه ما احافظش عليها، اشيل العلامة ديت، لما اجي احرك الاقي ان انا حر زي ما انا عايز، بس ده بيشوه الصورة، تمام. هتظهر معايا امتى؟ لما اقول له اعمل رندر. انا هقول له درافت، هتطلع بصورة مش حلوة، بس يعني مقبولة ان شاء الله، اهي، تمام. فكده لما تيجي تعمل الرندر الصورة تظهر معاك.